وأنتم الآن بالتطبيع مع إسرائيل الذي تتهربون منه، ولكن الذي دخل بيت الأدب ليس كالذي خرج منه. فأنتم الآن عند العالم قد طبعتم مع إسرائيل، وكل الدنيا تتحدث أن السودان قد طبع مع إسرائيل، ولم تصدر منكم بيانات واضحة تنفي التطبيع مع إسرائيل، بل أنكم تماديتم وجاء وفد إسرائيلي ومكث في الخرطوم عدة ساعات، كانت طيلة هذه المدة معه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقابلهم الفريق البرهان. نحن الآن قد أصبنا في كرامتنا، قد أصبنا في عزتنا. أنتم الذين أتيتم من أوروبا ومن أمريكا ومن واشنطن، كنتم تتسكعون في شوارع أوروبا وواشنطن وتذهبون إلى البرلمانات تطالبون أن يوضع السودان في قائمة الإرهاب، والآن تجلس أنت رئيس للوزراء. لا يستقيم هذا عقلا ولا منطقا، وأنت الشخص الذي كان السبب الرئيسي في وضع السودان في قائمة الإرهاب، وكأننا تمثل قول الشاعر وداويني بالتي كانت هي الداو. أنت لا تستحق هذا المنصب، وكل هؤلاء الذين كانوا في أوروبا وجاءوا يحكمون الآن غير جديرين بأن يحكموا هذا الشعب العظيم، وتتحرك الأمة السودانية عن بكرة أبيها لتقول لا، لا لإسرائيل، لا للتطبيع، لا للعملاء. شكرا شكرا يا عمار. دقيقة حافظ دقيقة.